مليار و200 مليون عندنا اف تروا بمساحة 100 متر مربع زائد بوكس في السوسول قدام البحر، البحر هاكم شفتوه وراه، تروح تمشي برجليك ومن ديريكت تخلص الطريق هذه تلقى الترام ديريكت تاع فورد الوسط. رانا بالتحديد في سانتيير خاوتي، عندنا هذه الدار جايه كشغل في حي سكن في ان باس، بلاصه محترمه وبلاصه سيكيريزي. البحر ها ورا منا لازم الجهه تمشي، يقولوا له مانيش عارف الحاجه الاخضر المهم نسيتو، تدخل هانا داخلين هذه ان باس، هذه يدخلوا غير اللي ساكنين هنا، الكراج هكا ويسكر عندك وين تقاري تاكسيك على برا، ولا ها ورا الكراج هذا الابيض هو السوسول، وهذه البطيمه هي اللي عليها العين والهضره. دارنا هنا اف 3 دوك تشوفوها خاوتي، بسم الله ما شاء الله، عقد في الشيوع مريقلة من مجاميع خاوتي، مخدومة خدمة ما شاء الله، وعنده قلت لك بلاصة في السوسول باسمك ثاني. دوكا ثاني في آخر الفيديو تبعوا معايا تلقاوني صورت لكم السوسول وصورت لكم الطريق حتى لطريق الترام، باش تعرف بلي راك في بلاصة استراتيجية، حاجة ما تخصك، الدخلة تاع البطيمة هاي وراي خاوتي، حاجة يعني ما نظروش كثر في الهضرة. تجي طالع في السكالي راهي في البروميير ايطاج برك خاوتي، بمساحة 100 متر مربع، اف 3 100 متر راهي حاجة في الشباب. هانا نجيو داخلين للشقة تاعنا خاوتي، بسم الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله خاوتي، حاجة في القمة، حاجة في السبيسيال. هاو سيتان هول كبير فون بلافو راكم تشوفوا فيه حاجة ديكور، ما كاش اللي ما يعجبوش زعما، حاجة في السامبل السهل الممتنع اللي يليق على الناس كومبلي، ما يموت ما يحيا، هذه تبقى باهية من 100 سنة تبقى تشوفها تلقاها باهية. شوف الكوزينة لا كلاس، ربي يبارك ما شاء الله. راه خاوتي كاينه امكانيه البيع بالاثاث، لي شونسيال هذه الكوزينه ايكيبي هاي مع الدار بلا اثاث، واللي حاب يدي الاثاث ثاني الاخر نبيعوا له خاوتي. هاي الاطلاله تاع البالكون راهي طلع على جيرانك، بلاصه قلت لكم كالم وريزيدونسيال، بلاصه تاع عائله محترمه من الاخر دون، بلاصه يدخلوا غير اللي ساكنين، ما كانش واحد براني يجي يدير لك المشاكل ولا يجي يدير لك العيب، مرتك تخرج الياز، بنتك تخرج الياز، قدامك البحر قدامك الترام، واش تحوس؟ قول لي برك واش تحوش، واش نزيد نجيب لك لافير. شوف الشمبره كبيره ما شاء الله، فينيا فون بلافو بانتورا الفايونس لارض كلاج، امورها واضحه جدا يا بعد. وهذا شمبره واحده اخرى تزاوجه، شوفوا هذه شمبره تاع رقاد ما شاء الله. الدار فيها الشوفاج سنترال فينيا، الابسط التفاصيل خاوتي راكم تشوفوا بعينيكم، والسعر تاعها نقول لكم انا من منطلق الخبره تاعي اقسم لكم بالله غير لافير، مليار و250 تدي اف 300 متر مربع، وزيد بلاصه في السوسول ثاني باسمك، البلاصه في السوسول تتشرى لك حاسبينها بلاش خاوتي. وهذه الشمبره الثالثه الصالون، شوفوا لي تساع رحمه ربي، الديكور قلت لكم خاوتي ما شاء الله، اللي حاب يدي بالاساس نبيعوا له بالاساس، واللي مش حاب يدي بالاساس ما نبيعولوش بالاساس، كل الحلول تؤدي الى روما. السعر بمليار و250 بدون اساس، عندها عقد في الشيوع. للناس اللي ما تعرفش عقد في الشيوع هو امتلاك حصه ارض مع الحدود نتاعها مش معلومه، لكن هذا امر روتيني، تكون قطعه كبيره ومن بعد يقسموها اوتوماتيكمون وتفوت هذه القطعه على الشيوع. واش معناته الشيوع؟ راهي تتشيع في الاداره تاع الدوله، ثم امر روتيني كاين صح بلايص وين الشيوع مش مليح، واش تقدر دير؟ تدي الكواغ تروح المحافظه العقاريه وتفهم حاله العقار هذا وشري. لا لقيتوا الامر الروتيني كبب على ربي، لما لقيتوش الامر الروتيني ما تكببش اخويا، واش راح نقول لك؟ هنا رانا نجيبوا لك غير الحاجه المضمون، عمره ولا شرى من عندي واحد وش كمني، لاني كي عيط لي المشتري في الاول نفهمه كفاه حتى يحوس. خاوتي داركم شفتوها بسم الله ما شاء الله، غلطه ما فيهاش. ودوكا رانا في السوسول، هاي دوك نعطيكم بلاصتكم في السوسول مباشره، والسوسول ثاني عنده دخله منا على البلوك بخلاف الكراج، والكراج يطلع الكتريك، حاجه ما شاء الله تاع انسان حاب يهني راسه. البحر 100 متر، الترام 100 متر، واش نزيدكم؟ تروح تمشي على رجليك البحر ولا تروح تمشي على رجليك الترام؟ مسميك ثاني الجدارميه، الجروب متاعها قريبه ليكم، مسميتها واحد المدرسة خاصة ثاني هي مشهورة بزاف، نسيت اسمها باكا دوكا تبان في الطريق، هاي وراه تروح منا على الطريق هذي تخرج في طريق الترام ديراكت برج الكيفان وسط، ثاني لاريا ماشي حتى ترى الطريق تاعو برك، لاري ديراكت. هاكم تشوفوا لي بروموسيو قدامها، الشعب راه يبني، الشعب راه الأمور واضحة، ما كان لا هذيك اللي تسمع للتعليقات السلبية. شوف مخروجك أنت أي حاجة في الدنيا هذي عندك فيها تسقسي عليها وعندك فيها تثبت روحك، ما تراعيش الهضرة السلبية هذوك، راهم قلت لك ولاد صغار وراهم يعلقوا. عندك الحاجة الباينة اللي نعت لك فيها نبي، هاي وراها المدرسة الخاصة اللي قلت لكم عنها ثاني، اللي حاب يقري وليداته ولا كاش حاجة، يعني بلاصة ما شاء الله. أنا خرجنا للطريق، هي قلقتنا الكيوكيو هذه، ما باش تخطينا تقحز على الطريق، يجبد أخويا يجبد غالينا نفوتوا. ليسونسيال خاوتي دوك خرجكم على الطريق تاع الترام مباشرة.
سباب نمو الكيوكي ولا الاتوس هذا اتوس اقول العربي اتوس يروح اخوي هاي خاوتي الطريق تاع الطرام انا فيها بعد نروح منا تبالي لكم شوفوا خاوتي ها هو كلاري تاع الطرام لاري بعد تاع برج الكيفان وصل ها هو الراد قناتو هي لايدي لاكوش ها هو الراد لاري تاع الطرام حاجه ما تخصك مزيد من الاستفسار ولا يرجى الاتصال بالرقم تاع مالك العقار راهو في الفيديو خاوتي واهلا وسهلا بالجميع نساعدوك ونريقلوك ونعطيك تثبت روحك وتشوفك وقتك واللي ساعدته مرحبا بيه خاوتي.